السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم اخواني؟ شو اخباركم؟ عدنا لكم فيديو جديد ومقطع اليوم راح يكون جدا قصير. فيديو اليوم بإذن الله سيكون عن تحميل موقع الفوتوشوب الشهير على الهاتف، موقع فوتوبيا على شكل تطبيق. نعم صديقي، نسخة عن هذا الموقع على شكل تطبيق، يعني بدون حاجة الى الدخول الى اي متصفح ولا اي شيء، فقط تحمل هذا التطبيق وتدخل اليه وتلون اي شيء او تعمل اي شيء في هذا التطبيق. عفوا، نقوم بالدخول للتطبيق. طبعا هذه هي الواجهة، نفس واجهة الموقع. فتح معنا على هذا الشكل. لدينا هنا في الجوانب لدينا المور، هنا يعني نغير اللغة مثل ما تشوفوا معنا language. لدينا هنا اللغات المتوفرة في هذا البرنامج. لدينا هنا التام، يعني اللون، تحط اللون مثلا لون أبيض مثل ما تشوفوا معنا، تحطه هكذا أزرق. نقوم بفتح الستايلات على هذا الشكل open from computer، ثم نقوم بالضغط على فيشي هنا، نفتح الستايلات. راح تفتح معنا مباشرة أصدقائي اللي عجبني فيه. راح تفتح معنا مباشرة يعني على شكل سريع، يعني مثل ما تشوفوا معنا بسرعة فتحت معنا المخطوطة. نضغط على layer style bevel and emboss وراح تفتح معنا هكذا. إذا نجيب هذه الواجهة هنا مثل ما تشوفوا معنا، الفريم عندنا جدا سريع. هذه هي الستايلات أصدقائي. ملاحظة أصدقائي، بعد ما تضيف الستايلات إلى هذا التطبيق يعني ما راح ترجع تضيفهم مرة أخرى، يعني بدون حاجة إلى إضافتهم مرة أخرى، لأنه بعد ما تضيفهم راح يبقون داخل التطبيق وما راح ينحذفون عكس الموقع يعني، تمام، أو عكس المتصفحات الثانية. تمام، نضيف أي ستايل، نضغط على أوكي هنا، نقدر نضغط على إيماج هنا ثم خامس وحدة لنزع التكسيرات، يعني نحط له 20,000 هكذا. نضغط على أوكي. بعد أصدقائي نقوم بالضغط على فايل هنا ثم إكسبورت أس ثم بي إن جي، نقوم بحفظ المخطوطة في المعرض. أصدقائي الشيء عجبني كثير في هذا الموقع أو في هذا التطبيق عفوا، أنه بعد ما تحفظ المخطوطة راح تنحفظ معك مباشرة إلى المعرض عكس المتصفح البوفين، يعني لازم جوجل درايف هيك شيء. هذا الموقع أو في هذا التطبيق عفوا يعني فقط ضغط على سيف هنا، ضغط لك هنا، ضغط على تلي شارجي هنا وراح أو تتحمل معنا عفوا داخل المعرض مباشرة. ما تشوف معنا، ندخل للمعرض، هاي هي تحملت معنا مباشرة إلى المعرض. وعلى شكل أصدقائي وصلنا إلى نهاية الشرح. شاركوا أعجبكم الفيديو، ما طولنا عليكم. قناتي على تليجرام موجودة أسفل في الوصف، اشتركوا بها، وحسابي على الانستغرام موجود أيضا أسفل في الوصف. حطوا لنا فولو وخليكم بخير.